طلع طلع. المهم الاخوان هذه هي الصفحه ديالنا على الفيسبوك، هذا هو الفوتو اللي عندنا في لك المخبر اللي قدامك عا يبقى يطول يدعاء وكيدعيك محمد الصب راجلي ولا شو ولا قلت سلام. السلام عليكم يا احلى متابعين عندنا، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى والله تكونوا بخير على خير. اليوم فيديو جديد ونهار جديد، المهم طاقة جديدة إن شاء الله يا ربي. المهم كاين واحد برودة برودة، وانتوما عندكم شي شتا عندكم شي برودة. المهم الله يرحمنا قد نفع أخوتي، تحية كبيرة لكم داخل المغرب وخارج أرض الوطن اللي خطيكم علينا. شكرا على الدعوة ديالكم، الله يكبر بيكم كيما كتكبروا بينا. المهم أخوتي هاد المقدمة هادي خفيفة وظريفة. المهم كنقول لك كلمة، سنة سعيدة كل ما كتمنى ان شاء الله يا ربي، الله يدخل عليها هذا العام اللي دخل في الحياه ديالها بكل ما في النيه ديالها ان شاء الله يا ربي. ربي يخلي لها اياد ديالها وحسين والوالدين، المهم اللي كتمنى في الحياه ديالها الله يخليهم لها ان شاء الله. المهم هذا الفيديو هذا غادي يكون كلمه ان شاء الله يا ربي. جبرتونا غادي نخرجوا انا وحنا لوستي ولمياء، غادي نمشيو نعدلوا لها مفاجاه اللي هي بسيطه صراحه. المهم وصيت طلع على واحد الطرطه انا ولمياء ديالنا. المهم كان عندنا واحد البلان ساعه ملي الشتا واللي هو مخسر، ما نكذبش عليكم كنا عندي نمشيو للقهوه غنفاجئوها غنعيط لمحسن ونتفق انا وياه وزعما يجينا يجيبها ويجي القهوه ساعه. والو البلان ما صدقليش كيما خصني، صباح الجو ماشي ديال الخروج صراحه. المهم غادي نمشيو نجيبو الطرطه ديالنا وغادي نشوف لاش ريغالو، المهم شي حاجه على قد الحال وغادي نفاجئوها. غادي نمشيو ثاني الليل ان شاء الله يا ربي نفاجئوها. المهم استناو فيديو ما نحرق لكم شي مراحل، استناو فيديو. شكرا لكم، ما تنساوناش ملي لايك ديالكم التعاليق مزيونة كنبغيوكم. المهم اخوتي والله العظيم الا دوخنا 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 عينا كندورو ما عرفنا شنو غادي نشوفو. بالحق شوفوا لي هذا التحف هذا، شوف حمقوني والله العظيم الا عييت كنشوف. وقلت صراحه ما كاينش يحسن هذا الكادو اللي غادي نديه كريمه، واخا صراحه تستاهل شي حاجه اللي زايده وشي حاجه اللي كتحمق. بالحق فضلت ندي لها هادو، نتوما عارفين دابا رمضان وغادي تحتاجوا لها بزاف ان شاء الله يا ربي رمضان. ايوا صافي تزوق بهم الطبيله ديالها. ايوا هذا ما كان، المهم عجبني هذا الديكور هذا. كاينين هاد البويات حسبيين، كاينين هادو، كاينين هادو حسبيا، كاينين هادو. بالحق المهم هادو ما غير عاديين وصافي. بالحق شفت هاد الروس هادو مزيونين، بالحق اخرين ماس مزيونين. هادو بالطبيصلات ديالهم كلشي ديالهم كيحمقوا. المهم عجبوني انا، واقيلا غادي نرجع غادي نرجع ندي له هادو. المهم الاخوان هذه هي الصفحه ديالنا ديال الفيسبوك، وشكرا لكم بزاف بزاف. عندو كاع الله يهنينا اللي هنا قالوا خاطر زوينه. ها انت نفسك تزوق هذه الصور كريمه تسال كل خير. هاتينا لدميه ديالنا الا الخمسه كيفاش صايب؟ الحق تاوي كلشي اختي، ملي كتبغي تسول انا كنت كنعدل اختي. ها والصراحة السيد اللي كان مسكين مشي عدل. شوف اختي شوف كلشي 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 ها حتى سخرتي كلشي عندك بزاف كامل ياك. المهم عرفتو دابا عاد موت في الدار. كنت كريمه نط على الصباح صرت واحد الفيديو د سنه حلوه وانتم عارفين انا طاقيتها ماشي داكشي، وهي تصرت لي دابا عاد اوديو قالت لي والله ما تدوخني، قالت لي انا خصني طارطه، قالت لي بلا ما تدوخ عليا وتقولوا لي سنه حلوه عمرتوني بالعاد الفيديو، قالت لي والله انا خصني طارطه وانا نسرد لها اوديو. صباح مريضه وراسي كيحرقني وانا في الدار، فهمتوا زعما بحالي لا انا لا كاين وايل كاين وايل سمع كاين وايل زعما ناعسه انا دابا مريضه في الدار صباح وهي انا نهار وانا ندور. كما شفتوا في الفيديو تاخرنا فينا الريبالو ياكم، غادي نطلعوا ونشوفوا شنو غادي نشوفوا. خليكم معايا المفاجاه. تحيه للمتتبعين ديالي، شنو اسمك؟
سيان المتتبعه ديالي سيان ثقيله قبيلاتي سلمت عليا ديديكاس ديالها تحيه لاحلى متتبعين وبلا الراوة ما نساوهاش حتى هو من المتتبعين ديالنا وتحيه لاحلى متتبعين عندنا اللي خاف فيكم علينا الله يكبر بكم كما كتكبروا بينا وما نساش واحد المتتبعه ستيدوا ايا نسيت ماماها المهم ايا من برشلونه ماما هاسي تشمل اسمها غير تتفكري مع مسكينة والله ما بقيت عقلة قالت لي عملي ديديكاس لبنتي المهم هي اسمها آية حيت عقلت على حساب العائلة دخايل وماما هاسي شنو اسمها هادشي ما كان تحية ليكم وواسيمة من ستة حتى هي ما نساهاش تحية ليا كنقولها شكرا شكرا تحية لوليداتها تحية لوليداتها ربي يخليهم ربي يحفظهم تحية كبيرة أحلى متتبعين عندنا خليكم معايا عقلت عملت لها شي كوادرو عيط عليها انا اختي كريمه تستاهل شحال الطرطه تستاهل شي حاجه زايد اختي على الطرطه هانتينا والله الا المهم ما بغيناش نشدوها بالميكا باش ما يساقناش هادشي بحال اللي كنا فهمتوا وكريمه قالت لي عرفتي شنو قالت لي لميا صرت لها فيديو سنة حلوه هي تقول لي قديمه هذيك انا خصني الطرطه حنا الطرطه فيها حنا خافش يا كريمه راك عزيزه وغاليه شوفي لي لا فينيسيون شوف لي هادشي هذا شحال مزيان صراحه كيحمق ايوا هانتي ما تستاهل كل خير عدلنا لك هذه انا ولا 50-50 عدلناها في النص والله يلا بصحتك وراحتك مقدم كيتسنى يقول الدوله ديما اللي كنفر اللي قدامك عا يبقى يطول يدعى وكيدعيك محمد الصب راجلي هو الاول شو ولا قلت لك تخسرنا الذكر ياك كيف جاتكم العيال زينه يا تستاهل كل خير كريمه يا مصرشين شرا لك اخي صاب عيد الميلاد ديالك يلا بقيت بدا انا درت مفاجاه قبيلاتي المفاجاه ديالك المفاجاه ديالنا والله ما ديالنا طلعت لي كانتر والله الا طلع كانتر دابا عاد قلت الله بس كيفاش نعمل هذه المفاجاه شوفوا هي قريبه هي هضروا شويه عاد تكون بلا سبنيه فاطمه الزهراء وطلع ضرب شويه عاد سمعت مرا باينه يا حنا كم مشكل هذا زعما فوت الخطيش قلت عرفتي دابا شنو نعمل كان خارج انا خصني اسمعني انا عصبتك من الدار ياك كنقول لها بقى شي معلمه جا عندنا التلفاز صافي صافي التلفاز عندكم خسر والله الا سمح الله في عطله حق ربي الحبيب مشيتينا خسره حيد لها الكابلي وقلت خسرت وقع في واحد المشكله نقول لها يجي زياد شي بياسه تما نمس عليك صافي انا كنسنى غير تسمع صوني ام حسين زينه مشي حي له الكابلي وهي ما عدي ما عندي سعيد والعقبه ما يتسنى ان شاء الله الله يخليكم ربي يعطيكم الصحه والعافيه ويخليكم ربي بعطياتكم الخاطيه الناس ما يجين وانا كنصور قسموا معايا واحد دابا عيد عيد ميلاد مجموعه هي خصني جوج دريكالوس يلا لا ماشي مشكل يلا محسن عاد تقولها لو ما تسمعش والله يا محسن لا والله ما نقولها صافي صافي ما يتعطلش محمد صافي عليكم السلام صافي انا عندي صباح اصلا انا عيان عند جبد المهم انا نخدم شغل المهم شنو بنعجب صوني في تندري ولا شنو عليك في التليفون صوني في تندري نقول نعلمها هو جا صافي صافي عندك مفاجاه صافي ان شاء الله يا رب انا عصبك صافي الله يعاون صلاة السلام على رسول الله إلى جيل سيدنا محمد الله معك زال علي المهم احنا وصلنا حدا الباب زينا الكادو ديالنا زينا كل شيء لا لا محسن كايستنا محسن كايستنا والله إلا قال لها غادي يجي المعلم قلت له باش تلبس عليها ايوا صافي ولا قلتو قول لها تصوروا شي فيديو نتوما فهمت ايوا هذا ما كان المهم خليكم مع الاجواء حماليك شنو طبقه قال لك المعلم طبقه ثانيه قال ما زيد زيد لا معلم لا لا واخا لا لا
ميلور أرى شي بلي كانت على ديك الآخر هنا خايبة، أولا أرى شي بومبية حيت الدرج غموض فيه، دو فوقي السطاح. سوايع. ما جيني خطبك لا فهم هذا يعني ما عاد ما تسبقنا شي عايده ما عقولوا لك شي كولج يا غاي انا ما عندي شي عايله انا مخطوب انا ما موجودش ما عقولوا لك شي كولج يا محسن واه على تشي 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 واه على باش نشعل هادي والله الا لا حرقت يدي حيد شمعة شفتي طالع والله انت لشني كتعدل تما تشعل حيد شمعة حيد وشعل هذا شي اللي عنده الافكار شوف انا لميا انا وحسين الله عملتي الاله يلا نخرجوا يلا نخرجوا يلا هادش صحتي وانا كنقول بلاتي ماشي معلم بلاتي سنة حلوة كل عام هالغدار بدا إن شاء الله هالغدار بدا أنا ما تفكرني أنا ما تفكرني تلا أنا ما تفكرني سنة سعيدة طول العمر خليك مدارك والعزري كمبرات الله احسن كادو قلنا خيم وحسين هكا اختي طاطا بالله العلي العظيم كنت نعمل هذا الكادو هذا حق لا اله الا الله الا كنت نعمل هذا الكادو هاي كمبرات سيمانا اجي اللي ما اللي ما كاينش كتعمل 12 دراهم كل حاجه نفسك كنقولو عرفتي ما تفكرك حتى واحد يا يعني. يلا نمشي نتعشى نزل حال نزل هما الناس مطلعين وكيفاش ما تفكرني زعما اليوم حتى شي واحد قلت لهم انا ما صارتلاش حتى الاوديو زعما بالعاني قلت خليها احسن كادو والله العظيم السلام عليكم خوتي انتم مزيانين بخير صحيحه الامور هانيه كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير احسن عمر ان شاء الله يا ربي اش كتعاودوا مزيان وانتم كتشوفوا والله الا مفاجاه قولي لينا انا شوف انا في راسي شي حاجه ما تفهمتش معاهم الحق ما صحابليش انا بديت تصدمت قسما بالله تلفت وجهك قلت لك بلي كان وجهك بلي ما قال لي والو شافني البستانيه قبيلاتي وقال استقلت بسكسفه اليوم عيد ميلاد ديالي والله وكادو الدور كنقولو يلا نخرجو يلا نخرجو قلت له ما خرجناش شي بالنهار يلا نخرجو ماشي الهواء الخروج خلي ماشي الهواء الخروج والبرودة والله العظيم ندير عاد تكيت انا قلت له صافي يلا نخرجو قال لي واخا بلاتي شتي عارف شنو صراحة والله العظيم لعبنا هذه مفاجاه شكرا جدا والله شكرا لهم بزاف قلت لك فيديوز شوفي صفر مطيشه
السلام عليكم، كملوا النهايه عاد كلمه ان شاء الله يا ربي. لا خلي نبغيوكم.